الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فيقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب في معرض حديثه عن فوائد الذكر الخامسة عشرة، أي الفائدة الخامسة عشرة، أنه يورثه ذكر الله تعالى له، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم. ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها، يعني لو لم يكن من فائدة من ذكر الله تعالى إلا هذه وحدها أن يذكرك الله تعالى كما تذكره أنت، لو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. والحديث متفق عليه. وأنت مع التأمل الذي نحث عليه وندعو إليه، ستجد أن هذا المعنى، معنى مقابلة، مقابلة الشيء بمثله، هو تأكيد للقاعدة الشرعية المضطردة التي لا تنخرم، وهي: الجزاء من جنس العمل. لا يمكن أبدا أن يسعى إنسان في خير فيبذل الأسباب المؤدية لهذا الخير ثم إنه لا يوفق. من أين يأتي عدم التوفيق؟ من الادعاء، أو من التظاهر ب إرادة الخير، أو من إيهام النفس بالخير، أو من إيعاد الشيطان للإنسان بالمعروف، أو من الوقوف على ساحل الأمان. كل هذه أمور ليست من الحقيقة في شيء، لا يجد صاحبها لها صدى. أما الذي يبذل المجهود من نفسه في أي عمل حتى ولو كان كافراً يجد صدى ذلك في عمله، وما ربك بظلام للعبيد. السادسة عشرة، أنه يعني الذكر يورث حياة القلب. وفي الفوائد الماضية لو كنتم يعني أصحاب العزائم واجتهدتم شيئا فأحضرتم كتاب الوابل حتى تكونوا يعني على متابعة لما نقول، ستجد ان في الفوائد الماضيه كان في كلام عن القلب. مره يقول انه يقوي القلب، مره يقول انه يجلب للقلب الفرح والسرور، مره يقول انه ينور الوجه والقلب. طيب هل في كل مره يذكر القلب يكون الامر على سبيل الترادف فيبقى يقوي القلب ويجلب للقلب الفرح والسرور وينور الوجه والقلب ويورث حياة القلب، تكون كل هذه مترادفة؟ أم أن لكل واحدة معنى دقيق يختص به؟ صحيح إن لكل واحدة معنى دقيق يختص به، وإلا منطق كله عند العرب صابون لا يرد معنا في كلام أهل العلم، خاصة إذا كان المتكلم هو شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، فيكون لكل نقطة من هذه النقاط معنى يختص به. قد يكون القلب فرح مسرور لكن ليس حيا، لاحظ تأمل، قد يفرح القلب بالباطل، هذا وارد جدا، ما أكثر ما يفرح الإنسان ببعض المنكرات، قلب فرح مسرور، لكن هل يا ترى هو فرح بالحق؟ لا. فكون إن القلب فرح مسرور بذكر الله تعالى دي قضية، وكون إن هذا القلب فيه حياة، معنى حياة يعني يميز ويفرق بين الأشياء بعضها وبعض، ويكون عنده بصيرة قدرة على رؤية الحقائق
من وراء الغيوم، ورؤية الحقائق من وراء الغيوم أمر يعني يفتقده كثير من الناس اليوم، حتى الصالحين منهم تختلط عليه المسائل مع شدة الالتباس في أوقات الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم. وهو يكلم من؟ يكلم جماعة الصحابة، يكلم جماعة المؤمنين، يعني لا يقول إن هذا الكلام يأتي على الكافرين، لا، هذا الكلام يأتي على المؤمنين. بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ولا يتكلم هذا عن جماعة من الكافرين، وإنما يتكلم هذا عن جماعة من المؤمنين، تلتبس عليهم حقائق الأمور وتشتد الغيوم والضباب، ويستتر الحق خلف هذه الغيوم. فمن الذي يستطيع أن يدرك هذه الغيوم إلا إذا أوتي بصيرة؟ طيب، قال: أنه يورث حياة القلب. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، وطبعا هذا شيخ ابن القيم، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك. فكما إن الماء حياة السمك، فكذلك الذكر حياة مين؟ القلب. قال يقول أي شيخ الإسلام ابن تيمية: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ 17: أنه قوت القلب والروح. القلب ثاني، مسألة مختلفة. وقال هنا حياة، يعني قدرة على التمييز. طب ما الحياة هذه قد تتوقف، ما الذي يجعلها تستمر؟ الذكر أيضا. صار الذكر حياة للقلب، وصار قوتا للقلب، يعني غذاء للقلب، يستمد منه بقاء وإطالة هذه الحياة، صار معنى أخص. قال: أنه قوت القلب والروح، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. شوف المثال، يقول وبالمثال يتضح المقال. جسم في حياة لكنه لا يتغذى، لا يأخذ ما يصلح هذا البدن، كيف يكون حال البدن؟ ضعيف. في حياة ولا مفيش حياة؟ في حياة لكنه ضعيف. والقلب محل الإرادة، فقد يكون القلب حيا ويستطيع أن يميز ويفرق بين الصواب والخطأ، لكنه ضعيف عن إرادة الحق أو السير على هذا الحق. وهذا يحدث كثيرا. أنت تكون ناوي مثلا أنك أنت تقرأ 3 أجزاء اليوم، وبعدين تنتفي كل الموانع وتمسك المصحف في يدك وقاعد اهو اقرا بقى، مش قادر. ما الذي حال بينك وبين القراءه؟ ما الذي حال بينك وبين ما تريد؟ رجل نائم على سريره، متكئ على اريكته، يؤذن الاذان للصلاه، قم للصلاه، تجد ان شيئا ما منعه، وكان اغلالا امسكت به فالصقته في الارض. ايه اللي حصل؟ هناك عجز في القوت، الغذاء في قلة في القوت الذي يدعوه لأن يقوم من مكانه ويهب من مكانه للقيام بهذا العمل الصالح. فلذلك يقول: الذكر قوت القلب والروح، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. يقول: حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، مش إلى الشروق، إلى قريب من انتصاف النهار، يعني قبيل الظهر بقليل. هذا الظهر ينتصف عنده النهار، إذن كأنه جلس يذكر الله إلى قريب من انتصاف النهار. يقول: ثم التفت إلي، هذا يعني أن تلميذه أيضا جالس بجواره ملازمة، كما مر معنا في الكلام السابق لما قلنا إن إذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر إلى آخر كلامه، والذي فيه إشارة إلى ضرورة أن يكون الإنسان من يقتدي به، من يسير في نوره، من يجعله مثالا وقدوة. لا يلزم أن يكون هذا المثال في كل شيء، ولكن على العبد أن يأخذ ما يصلحه. أنا أخذ من هذا ما يصلحني في باب كذا، وأخذ من هذا ما يصلحني في باب كذا، ولا يعني نقص باب
إلغاء سائر الأبواب. طيب قال: ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي. الغدوة تطلق في اللغة على أول النهار، وهي أيضا تطلق على القوت والغذاء. يقول: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى هذا الغداء لسقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها، لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر، أو كلاما هذا معناه. يعني كأنه إذن حتى الراحة التي ينشدها الإنسان في بعض الأوقات من بعض الطاعات لها نية، ليست لمجرد أنه هو مل من الطاعة فتركها، لا، وإنما يريد إجمام نفسه، يعني يأخذ كده مهلة حتى يقبل مرة أخرى على الطاعة فيكون أكثر نشاطا. قال 18: أنه يورث جلاء القلب من صداه. قلب أيضا مرة أخرى. طيب وإيش اللي يفرق هذه عن الحياة؟ الحياة تمييز من الصواب والخطأ، والقوت استمرار هذه الحياة، وجلاء القلب يعني دواء، علاج لما يحدث لو أن القلب أصابه بعض الصدأ، فيأتي الذكر أيضا ليعالج. إذا صار الذكر دواء، وصار الذكر غذاء، وصار الذكر سبب للحياة، وصار الذكر مقوي، وصار الذكر يحسن نضارة الوجه والقلب. قال: أنه يورث جلاء القلب من صداه كما تقدم في الحديث، وكل شيء له صدأ، وصدأ القلب الغفلة والهوى، قد تقدم هذا الكلام لو تذكرون. وصدأ القلب الغفلة والهوى، وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار، وقد تقدم هذا المعنى. 19: أنه يحط الخطايا ويذهبها، يعني الذكر كفر الخطايا، فإنه من أعظم الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات. 20: أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، فإن الغافل بينه وبين الله عز وجل وحشة لا تزول إلا بالذكر. وهذا المعنى والله دقيق. يعني تخيل كده لو أن إنسانا عرف قيام الليل ثم تركه، لو جاء بعد زمان يصلي يشعر بثقل عجيب، كأنه يعالج جبل. بل لو قصر إنسان في صلاة الجماعة، قصر في صلاة الجماعة وصلى في بيته على عادة الغافلين في صلاتهم، ينقرها نقرا هكذا: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. أي لذة في هذه الصلاة؟ إلا الذل في هذه الصلاة. هذا يورثه وحشة بينه وبين الله، إن العلاقة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى علاقة الأنس، علاقة المحبة واللذة. طب إذا لم يدرك هذه المحبة واللذة، يتحول الأمر إلى ماذا؟ يتحول الأمر إلى وحشة، ويتحول إلى جفاء. لا يزيل هذه الوحشة إلا كثرة ذكره لله سبحانه وتعالى، فكأنه بينه وبين الله عز وجل معنى يناجي، كأنه حبيب يناجي حبيبه. لو أن رجلين تآخيا فلم يكلم أحدهما الآخر زمانا، أترى الوحشة تدب بينهما أم لا؟ حينما يأتي ليكلمه بعد زمان من الانقطاع، ترى الكلام يخرج بصعوبة، لا تراهما منسجمين، ولله المثل الأعلى. 21، وهي ما نختم به، أن ما يذكر به العبد ربه عز وجل من جلاله وتسبيحه وتحميده يذكر بصاحبه عند الشدة. يذكر بصاحبه عند الشدة، يعني هذا الذكر اللي بيذكره العبد كأنه شفيع له عند الله سبحانه وتعالى. إذا وقع هذا الإنسان في شدة يقوم هذا الذكر فيسأل الله تعالى لصاحبه عونا ومددا. ما يذكره العبد من ربه سبحانه وتعالى كأنه قام شفيعا لصاحبه حال الشدة. ف
ثم ذكر أثرا على ذلك قال: فقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن مما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش. يعني كأنما هيئت وصورت هذه الأذكار من التهليل والتحميد والتكبير كأنها صورت آلات وأشباحا وجسوما تتعاطف حول العرش، يعني كأنها تدور حول عرش الله. يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن. أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به؟ عجيب والله الكلام، في غاية الرقة. أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به؟ حديث أخرجه أحمد وابن ماجه، صححه الحاكم على شرط مسلم، صححه البصيري في مصباح الزجاجة، يعني الحديث صحيح. أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به؟ ما يذكر به يعني ما يذكر أهل السماوات بهذا المخلوق الضعيف. بلى والله يحب، خاصة في أزمان الفتن والشدائد. صلى الله عز وجل أن يجعلنا من الذاكرين كثيرا والذاكرات. الحمد لله رب العالمين.